يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان المميزة، فهو يطلق عليه ملك الألوان، كما يفضله الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار. والصفات التي يتمتع بها الأشخاص الذين يفضلون اللون الأسود كثيرة ومميزة. وبحسب الدراسات والتجارب التي أجراها علماء النفس، فإن الألوان تلعب دوراً هاماً في حياة وشخصية الفرد، فهي تؤثر على عواطفه، أفعاله، وعلاقاته مع الآخرين. من بين صفات شخصية محبي اللون الأسود هي أن هؤلاء الأشخاص يتسمون بالغموض الشديد، هذا فضلاً عن أنهم يقدرون خصوصية أنفسهم وكذلك خصوصية الغير، ولا يقبلون مطلقاً أن يتعدى أحد الأشخاص على خصوصيتهم، كما يمتاز هؤلاء الأشخاص بحب الحياة والإقبال عليها، هذا بالإضافة إلى إضفاء بهجة ودعابة على الحياة، كما أن هؤلاء يمتازون بتلك الشخصية القوية والمسيطرة، وارتداء هذا اللون يساعدهم على الشعور بأنهم قادرون على التحكم في الأمور المحيطة بهم. يعتبر محبو اللون الأسود من الأشخاص النظاميين للغاية، والذين يحبون إتمام كل شيء كما يريدون وعلى أفضل وجه وفي الوقت المناسب، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، فهم يهتمون بإنجاز المهام بكفاءة ويعملون بجدية ولا يحبون التفلت أو المماطلة، مما قد يعرقل سير العمل، كما أنهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة التي تجعل من العمل مثالياً، بالإضافة إلى أنهم شخصيات حاسمة للغاية ولديهم القدرة الكبيرة على اتخاذ القرارات القوية دون رجعة، وهم قادة ناجحون أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فالشخص المحب للون الأسود قد يكون انطوائياً قليلاً ولا يفضل الاختلاط كثيراً بالناس، ولا يحب التجمعات الكبيرة، كما لا يمكن التقرب إليه بسهولة، كما أن محبي اللون الأسود شديدو الثقة بالنفس سواء من الرجال أو من النساء.